مجدا مجدا مجدا. قول معي هذا هو كتابي المقدس. عليه هيك عليه خلي كل الناس تشوف. هذا هو كتابي المقدس. أنا أؤمن بكل كلمة يقولها عني تتحقق. كل وعود الله تتحقق باسم الرب يسوع. لا يوجد فيها تشويش, لا يوجد فيها تدين, لا يوجد فيها عدم إيمان. أنا جاهز لاستقبل كلمة الله التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30 60 و100. سوف أتغير باسم يسوع. سوف أتغير. كل شعب الله يقول يا رب الآن أنا أصلي بأنك تقدس كلامك لألنا الآن وتقدسني. إذ أعلن الحق الذي يحرر الآن, إذ نعرف الحق والحق يحررنا. إني أعظمك الآن أيها رب لأنك تفتح أذهاننا الآن وأنك أنت تزيد كل واحد فينا ينقص. أنت تتعظم, ملكوتك يتقدم, اسمك يتقدس, وكلمتك تعلن اليوم باسم الفادي الحبيب يسوع. ولك كل شكر الآن يا رب من أجل حضورك. آمين ثم آمين ثم آمين. تفضل. مجدا للرب. مجدا 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 ليسوع. هاليلويا. رب صالح جدا. ذكروا معي الآن يا أحبائنا, نتحدث في هذا الأوان وفي هذا الوقت عن التلاميذ, وجزء من حديثنا طبعا هو جزء من رؤية هذه الكنيسة اللي هي التلمذة. وتذكر معي هناك 4 أبعاد من خلال هذه الرؤية, هي بأن اربح, ثبت, تلمذ, وأرسل. وهذا اللي كنيسة حياة فياضة اللي تريد أن تعمله في هذه الأيام, لأنه ندرك أنه بالحقيقة الله الآن يريد أن يستخدم كنائس أكثر من أنه يستخدم رجالات نهضة. الله يريد أن يستخدم كنائس. إذا تدرس معي في العصر الماضي كان في دائما رجالات نهضة, وكان في كثير أشخاص عم بتقوم بأمور غير عادية وتغير التاريخ, منهم مارتن لوثر طبعا. ومؤخرا كنت عم بحضر فيلم عن حياة هذا الرجل الرائع, يعني مجدا للرب من أجل أشخاص مثل لوثر, من أجل أشخاص مثل كالفن, من أجل أشخاص مثل ويسلي, من أجل أشخاص مثل نوكس, من أجل أشخاص مثل ويجلزورث, مثل ويليام بوث, مثل كل هدول الأشخاص. يعني ما في نعدد أسماء كثيرة. الكتاب يقول العالم لم يكن يستحقهم, لكن أشخاص كانت تحيا بالإيمان. الشيء المميز بهدول الأشخاص جميعا أحبائي بأنه كانوا يروا الرؤية, 2 من باعين للرب كليا, 3 والأهم أنه كانوا مركزين كليا على الرؤية اللي شايفينها. أنا بدي أعطيك شيء كتير رائع الآن. إذا أنت اليوم بتركز الضوء بقلب مايكروسكوب أو بقلب لوب, شو بسموه هذا, مكبر, عادة بصير يحرق. ليه؟ لأنه قوة تركيز قوة ما, تجمع شيء ما بتركيز بجيب نتيجة. والله اليوم يريدك أن تركز. بتعرفوا ليش في كتير أشخاص ما بتكمل المسيرة للآخر, خاصة بحياة الإيمان, تتحول من حارة إلى متدينة, تتحول من أشخاص فعالة إلى أشخاص فعاليتها ناقصة, تتحول من أشخاص حية إلى أشخاص نص ميتة, تتحول إلى أشخاص ضعيفة بعد ما كانت قوية. شو السبب؟ السبب الرئيسي أحبائي بأنه منشغلين بأمور كثيرة, ولكن المطلوب واحد. وعادة أنا وأنت إبليس تركنا ننشغل أو عم بزيد انشغالاتك. إذا بتلاحظ في هذه الأيام, وكل ما تطور المجتمع, كل ما تطور العلم, وكل ما تطور كل شيء, تلاقي فيه له فايدة رائعة بأنه نحن نتطور أيضا. لكن الرائع ما بحكي نتطور جسديا يعني, لكن نتطور بأفكارنا, نتطور بالمعرفة, نتطور بأمور كثيرة اللي ما كنا نعرفها, لكن هي موجودة كانت, لكن نحن ما كنا نعرفها. لكن الأهم بهذا الموضوع بتلاقي أنه انشغالاتك وتركيزك صار بدل ما يكون مركز على هدف واحد, صار في كذا هدف أنت عم تشتغل عليهم بنفس الوقت, ضعفت. هذا عم سمع علي الآن. وبتلاقي أشخاص
مدعوة لخدمة الرب لكن عم بتركز بغير طريقة. أشخاص محطوطة كجماعة مع بعض كنائس، خليني أقول هيك، تركيزها ضايع، تلاقي عندها كتير اهتمامات بأمور كثيرة، أو شعب عنده كتير اهتمامات بأمور كثيرة لكن تركيزه ضائع، حياته ضايعة، قوته ضايعة، وبتلاقي بالآخر نسي أصلاً شو الهدف. شو الهدف؟ اسمعني جيداً، إن أي مؤمن يحيا من دون هدف واضح بحياته هو مؤمن يسير نوعاً ما إلى الفشل وإلى الموت وإلى الضجر، وثلاث أرباع الأمور يسير إلى التدين اللي صار عنده مظهر التقوى لكن لا يوجد فيه قوة. حدا عم تسمع علي الآن؟ يملك مظهر التقوى قال لكن لقوتها ناكرون. وأنا وأنت اليوم لا نريد أن نكون هيك طبعا. أنا ما بدي أوصل يوم الأيام، يعني نشكر الله في حدا تنبع علي لما كان عمري أول إيماني، قال أنت هلأ هيك لأنه بعدك أول إيمانك، لكن بس تكبر بالإيمان بتصير ناضج وتصير مثلنا. قلت يا رب أنا ما بدي أكون مثلهم، أنا ما بدي أكون مثلهم إطلاقا. لا، شو معناتها تكون مثلنا؟ يعني تصير هيك ميت مثلنا، لك مظهر التقوى لكن لقوتها ناكر. أنا أشكر الله 21 سنة بالإيمان لكن ما زلت يمكن مش نفس الحماس اللي كنت فيها قبل، بكل تأكيد ما عندي نفس الحماس اللي عندي إياه قبل، لكن عندي إياه مضاعف ومضاعف ومضاعف. في إشي ما كنت هالقد محمس لها، محمس لها أكتر بكتير. ليه؟ لأنه كل ما تنمى مفروض كل ما صرت تشوف الرؤية أوضح وتتذكر أنه النهار اللي بعدك مركز على الهدف. لا، اسمعني جيداً يا أحبائي، حياتك هون على الأرض هي أنا بسميها هيك بري سكول، يعني تجهيز للحياة الحقيقية، لأنه أنت قد ما عشت 100 سنة على الأرض مقارنة مع الأبدية ماشي. إذن اسمعني شو بدي لك، لأن حياتك هون على الأرض ضرورية لكي تختبر شو الأبدية رح بتكون. مشان هيك استعمل للقوت الفاني يسوع، بتعرف شو قال؟ لا تعملوا للقوت الفاني. نشكر الله انه مش انا اللي قلت هذه الكلمات حتى لما حدا يلومني. اللي عنده مشكله، عندك مشكله مع يسوع. يسوع قال، قول مع يسوع قال. مين يعني يسوع؟ يسوع هو الله صح؟ مين بيقول انه يسوع بيفهم اكثر منك؟ يسوع قال لا تعملوا للقوت الفاني، قال بل اعملوا 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 اعملوا. عم بشجعك اعمل، بمعنى اخر مش هو راح يعمل، انت اعمل للقوت الباقي للحياه الابديه. اعمل لهذا الموضوع، اشتغل عليه، ركز على هذا الموضوع. اذا انت اذا بدي اقعد عدد الان الامور اللي الناس شاغله حياتها فيها، يمكن تبلش الان ما بخلص بعد اسبوع، انشغالاتك ما راح تخلص. لكن الان مين الاول؟ انا بقولها بتم انه انا الاول، لكن بالجوة من جوة بالحقيقة مين الاول؟ لا اسمعني جيدا، ممكن يكون اي شيء انت حاسس انه هذا الاول او هذا الاول او هذا الاول او هذا، او انت حاسس هذا الاول او هذا الاول او هذا الاول. لا اسمعني شو بدي لك الان، اي انسان مش عايش باختبار حقيقي للرب يسوع المسيح ولأولوية الله بحياته على الارض عنده اهداف فاشلة، لانه اهم هدف عايش كرماله هون على الارض هو بالنتيجة هدف ارضي سوف يزول يوم من الايام بكل اوقات على كل احوال. أهم هدف شو ما كان يكون هذا الهدف، هذا عم سمع علي الآن. مشان هيك بولس الرسول قال طالما لنا لباس فلنكن قانعين، طعام فلنكن قانعين. هللويا، لأنه كل هذه الأمور شو تزاد لنا. إذن العمل هو من أجل، اسمعني شو بدي لك الآن، أنا لا أعمل لأنه عندي أهداف، أنا أعمل لأني أثق بأن كل أمور تزاد لي على كل أحوال. العمل هو وسيلة وليس هو الهدف. ألو، معي على الخط أنتوا ولا صرتوا بغير قناة هون أنتوا؟ لا، إذا أنت مش قادر حدا تركز على كلمة الله بالكنيسة ليه؟ لأنه منشغل، منشغل بأمور كثيرة يا أحبائي. مهما طال الزمن ومهما طالت الأوقات
100 سنة أكثر من هدول 120 ماكسيموم بتعيش. أنا فيني أتنبع لك أنك أنت نبيل ما رح تعيش أكثر من 120 سنة. أنا بشارك شارد؟ بتشارتني؟ ما رح تعيش أكثر من هدول. حتى لو شو ما عملت، حتى لو عملت دايت منيح، سبور، شو ما عملت، صبح الآن أنت مفتكر أنه كتار 120 سنة؟ لا الآن اسمعني شو بدلك، شوف الأيام كيف عم تقطع. امبارح كنا أولاد، ليك هلأ عم طلع بحالي بلو. بتبلش عادة كيف بلش تبين أنه في شيء عم بتغير جسمك، هيك بصير يعني بصير يتغير، بصير إيش بتفتكر حالك بعد فيك تعملها مثل قبل، بعدين بتطلع إيه شو عم بصير، صرت تحمل شغلة تقول أخ كيه. بتلاقي في محلات كان لازم يطلع فيها شعر بطل فيها شعر، والأماكن اللي مش مفروض يكون فيها شعر عم يطلع فيها شعر. شو هذا؟ عم تتحول يعني، مش عم بصير معك، لأنه مش رح تعيش أكثر من شو مكتوب. كتب على الإنسان أن يشيخ نوعا ما، بيكبر وبشيخ. لا ما فيك تصلي يا رب بدي ضل شاب، لأنه أنت بتكون عم تصلي ضد الطبيعة، صحيح ولا لا؟ الله عمل نظام، عم تصلي ضد نظام الله، صح ايه ولا لا؟ حدا يحكي معي. طب شو فيك تصلي الان؟ يا رب في هذا الوقت اللي عندي على الارض اريد ان اركز على الهدف، اريد ان اكتشف، اسمعني شو بقول لك لين، هدف حياتي. لانه نهار، اسمعني شو بقول لك لين، اذا ما سمعت شيء قلت لك اسمعني هلا، لانه طالما انت بعد ما اكتشفت شو هدف حياتك راح بتضل مشتت، مشوش، ضايع، مش عارف شو بدك تعمل، ومفتكر كل فترة لقيتها، أوه هاهي، أوه لقينا شي منيح، هللويا مش الحال، لقيتها، وبعد فترة رجعت تقول لا مش هي. كم واحد بسألكم سؤال إن كان عنده هدف ما وحققه، ونهار اللي حققه اكتشف إنه مش هذا هو، لأنه إذا أنا بدي أشتغل ليصير هذا هيك، لا بصير هيك. لا بتعرفوا ليش في كنائس ميتة؟ لأنه اشتغلت على أهداف ميتة أصلاً، أهداف مين ما كان بيقدر يوصلها، أهداف صغيرة، أهداف مش من الله بالحقيقة، أو خلينا نقول أهداف وقتية. لكن الهدف الرئيسي قال تلمذوا كل الأمم، مشان هيك لأن إذا أنت جزء من تلاميذ يسوع، من الجماعة المسيحية، إذا أنت جزء من هيدول، إذا أنت جزء من أتباع يسوع، عشان هيك عم نعلم عن التلاميذ لفرجيك إنه بالحقيقة بها 12 تلميذ يسوع غطى كل أفكار العالم. لفرجيك أي نوعية هول التلاميذ إني، أي نوعية. ليه أنت مفتكرون إنه هيدول جونجر يعني؟ هذا بضل يقع. مفتكرون إن هيدول مدري مين؟ نسمي كاتدرائيات. مار بطرس، مار يعقوب، مار يوحنا، بالهند توما، فكرة وشفيعة الطائفة السريانية، مار وا 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 ما هيك؟ منسمي ولادنا هذه الأسامي، منسمي ولادنا هالأسامي، منقول هدول أشخاص اللي رح ينكتب اسمهم على أبواب السماء، هدول أشخاص اللي الله استخدمهم بقوة، هدول أشخاص لما أنا كنت ماشي مع، لو أنا كنت بأيام يسوع كنت بحب إنه أخذ أنضى بطرس أو 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 يكتب لي على التيشيرت تبعي يعني. بطرس كان على فكرة من هدول نوع، النوع اللي بحب يكتب على التيشيرتات، ببقى بحكي لك عنه لما بيجي وقته.
تخيل بطرس لما طلع من بعد ما مشي مع يسوع على الماء، طلع كلهم تلاميذ بالبيت، لما رجعوا على البيت سألوه دخلك بطرس شو؟ خبرنا كيف كان، كيف جيت على الماء؟ طلع فيهم بطرس، بكرة بتقروها بتسمعوا بالكاسات لأنه رح أعزم. كان من هذا النوع بطرس يعني. تقروها بالكتاب، رح أكتب كتاب قريبا بتخبركم يعني، بعطيكم الفورميول كيف تزبط يعني. الله يريد أن يستخدمك. نعم، مشان هيك الآن في هذه الكنيسة ما في حدا ما عنده فرصة، ما في حدا ما عنده فرصة. نعم، إذا أنت عندك خدمة على طريقتك إذن انسى الموضوع. الخدمة الحقيقية هناك أنت الآن تكون مع الرب، تتلمس جيدا، وأنك تروح وتربح نفوس للرب يسوع، وأن النهار اللي أنت بتعمل هيك الله بيرفعك. مثلا أنا ما بعرف شو، أنا كل واحد عنده تيتر أو عنده عنوان أو عنده صفة. الآن ولا واحد من هدول التلاميذ كلياتهم إجوا بصفات عديدة، لكن الرب كان عليه أن يتعامل مع هذه المواضيع بحياتهم. الرب يقول لك إنه بالحقيقة مش هذا هو الهدف اللي أنت عم تسعى له، أنت عم تسعى لأهداف أخرى غير الهدف الحقيقي، لأنه الهدف الحقيقي أنه أنت ما تنزل عن الصليب، الهدف الحقيقي هو أنك أنت تنصلب. أعجب أنه كنائس عديدة عندها برامج ومؤسسات عديدة بتعمل كل شيء وبتوعظ وبتعلم وبتعمل كل شيء لتنزل الناس عن الصلبان، مع أنه يسوع دعانا أنه نصلبهم. هاليلويا، هذا عم تسمع علي اليوم، يمكن ما بدك تتسمع بس هي الحقيقة، لأنه أنت مدعو بالدرجة الأولى. تعرف شو قال يسوع؟ قال من أراد أن يتبعني فليحمل مكنسته. شو قال؟ قال فلينكر نفسه قبل كل شيء. طلب هذا كله فلينكر نفسه. قالوا الأمين. نلاحظ بأنه نفسك مبينة بكل الأهداف اللي أنت عم تحكي عنها. أنا بدي أربح نفوس، قل الرب يتمجد. قول أنا بدي الرب يفتح لي بواب كبيرة وعز قدام ألفات تيتمجد يسوع. صح. كم واحد هون اليوم؟ أنا بدي يتمجد يسوع من خلال شو عم بعمل أنا من. اسمعني جيدا يا أحبائي، الأشخاص اللي بدوا عن جد أنه يتمجد يسوع عليه أنه هو ينصلب كليا، يعني ما له وجود حتى، صار بالأرض. وإذا بتقرأ عن هدول الرسل بالحقيقة هذه كانت حياتهم ونتيجة حياتهم بالآخر أنه ما بقى لهم وجود نوعا ما. بالدرجة الأولى فلينكر نفسه. عم تخيل الرسل وخاصة بطرس، يعني ليش عم أقول بطرس؟ لأنه جاي وقت أحكي كتير عن بطرس، تركه للآخر، يعني تركه زبدة الزبدة لا بالآخر هيك نتلزز بالحديث عن بطرس، لأنه إنسان رائع بالحقيقة، لكن في أمور كتير بتعلمنا دروس. ولما تيجي تتعلم عن بطرس تكتشف أنه بطرس بالحقيقة تاني اسم مذكور بالعهد القديم، بالعهد الجديد عفوا بعد يسوع، دغري بطرس بيجي. دور على يسوع تلاقي أكثر شيء مذكور يسوع، دغري من بعده بطرس تاني اسم. وين ما بتقرأ بالعهد الجديد تلاقي بطرس قال، بطرس يقول، ثم بطرس، بعدها أتى بطرس، وقال بطرس، ثم وقف بطرس. دائما تقرأ عن هذا الرجل. الآن الله يريدك أن تنكر نفسك، تحمل صليبك وتتبعه. قال أن كل من أراد حياته يخسرها. هذا هو الهدف، لأن عم فرجيك هي الآن. كل من يخسر حياته لأجل إنجيل يجدها. لاحظ الآن معي أحبائي وقع هذه الكلمات على الرسل، وبالأخص واحد مثل بطرس وقع هذه الكلمات عليهم. كيف كانوا عم يستقبلوا هذه الكلمات؟ أنا بتخيل بطرس
صار يوشوش وراي يا اخي اتركنا كل شيء شو بعرفني انا انه شو بعد بده منا خي انه شو المطلوب بعد يعني شو بدك يعني ليه لانه بطرس حكوزي بضل يحكي مع انه مش مفروض انا احكي هلا عن بطرس بس مجرب دائما احكي عن بطرس من النوع اللي بيقول شيء ها اللي كل الناس كانت بدها تقوله بس ما حدا مسترجي يقوله هذا الولد الصغير بيبقى لقطته أمه هيك وماشي عرفت كيف وهي عم تحكي مع الجارة كيفك يا مدام أهلا سهلا عم تحكي مع جارتها بعدين الولد ماما مش هي اللي كنت عم تحكي عليها امبارح هلا فرشك بالبيت بطرس هيك بيحكي بيطلع ايه شو هالقميص البشع اللي لبسها لك كيف بيحكي هيدا دائما ما بيفكر عادة هيك في أشخاص هيك شخصية شخص بيحكي يعني متسرع لكن اليوم إذا نريد أن نتحدث عن التلاميذ تحدثنا عن ثلاث تلاميذ واليوم أريد أن نتحدث عن تلميذ رابع مين كان الاثناش اللي نقاهن يسوع ولاحظوا أنه هيدول اللي نقاهن يسوع نقاهن ليتلمزهم نقاهن ليربح فيهم العالم نقاهن لعارف انه سوف ياخذ انجيله وملكوته من بعد ما ان هو يطلع يقعد عن يمين الاب هيدول هن اللي راح ياخذوا المشن او الارساليه او الخدمه او المهمه يكملوا هذه المهمه من بعده معي اذا بتشوف مين نقى اثنين يوحنا ويعقوب اولاد عصابات اولاد شوارع ما هيك؟ يسوع نقى من 12 تبعه هيك أشخاص أشخاص عندهم أمور يعني جاكيتات وقصص وجلد وموتويات يسوع نقى هيك اثنين لابسين هيك من هدول هيك هون سلاسل هون برقبتهم عرفتون؟ جنازير حاطين جنازير هيك ودقين على ايدهم رضاك يا امي وحاطين على الجاكيتات ورق اولاد الرعد عرفت مثل هدول اليوم ابو الغضب ابو سطيف ابو السائل نحن هون من هدول الجامعات يعني ليه وبشوت قوي اكثر شيء انه هذا بقربنا من عملنا من الضيعه من الجماعه تبع نلاحظ انه حتى بطرس وخيو اندراوس كانوا بيعرفوا هدول الاثنين وكانوا بالحقيقه معهم بنفس الحي واليوم بدي احكي عن الرابع اللي كان معه بنفس الحي او الخامس اللي كان معهم بنفس الحي وعايش معهم بنفس الضيعه وبيعرفوا بعض ربيانين سوا بيلعبوا بسكليتات سوا وبياكلوا الطين مع بعض بعرف شو على الشجر كانوا هيدول هن الاشخاص اللي نقاهم نقاهم الرب يسوع واحد منهم شخصيه مميزه اليوم اريد ان اتحدث عنها هو شخصيه فيليبوس اذهب معي الى انجيل يوحنا فيليبوس تحدثنا عن اندراوس ذكر انه شو كان اندراوس بالحقيقه اندراوس كان شخصية المتدين اندراوس شخصية الشخص المتدين يعني بمعنى آخر تخيل عندك يعقوب ويوحنا أولاد الرعد واحد منهم غنوج اللي هو يوحنا صغير والتاني ده يتخانقوا مع بعض يعني عن جد عم بتخيل يسوع ماشي ويوحنا ويعقوب ماشيين ورا وعم تخانقوا لا انت تمشي معهم رجع لورا يعني يسوع بطلع روقوها يوحنا يعقوب طولوا بالكم شو اشخاص اللي مثلا كان حدا يزعل يسوع بالمنطقه عرفت كيف بعدين يتلفن ليسوع تخيل هيك يعني انا مخيلتي يعني يسوع كان عم بيحكي عم بحاول يرعى الناس عم بيحكي على التليفون وعبول يا حبيبي الموضوع مش مثل ما انت فاهم يا حبيبي يا عيوني يا تقبرني يا عيوني
الموضوع هيك. ويوحنا يعوض اعطيني تليفون انا بحكي معك, خلي انا احكي لك يا فرج كيف بعمل. خاص اللي بدهم يهبجوا مش عيشبك من هدول الناس يعقوب ويوحنا. لكن اندراوس لم يكن من هذه الشخصية. اندراوس كان من الشخصية المتدين المحترف تبعية لكن من دون هدف معي. بمعنى آخر اندراوس كان يدور على مين الحخام القبضاي بالمنطقة ويلحقه. متدين. ولاحظ لما بلش يوحنا يرتفع بالمنطقة وصار عنده صيت وبلشت الخدمة المعمدانية ترتفع, عفوا اليوحنانية لأن يوحنا المعمدان, وبلش يأسس لقاله بهذاك الوقت جون ذا بابتست مينستريز, بلش يأسسها هيك وصار عنده صفحة على الإنترنت. نالين أنا عم حاول أقول لك لو كانوا عايشين بهذا العصر كان هيك بيكون. وصارت كل الناس حتى لي تتذكر يوحنا صاروا يبيعوا بالسوق, صارت الأكل المفضل بهذاك الوقت عسل وقبابيط يعني وجراد. صار في مثل سيارات بالشوارع بتبيع قبوط مشوي بخمسة جراد مسلوقة. كيف بتحبها مقشرة أو كتر لك كاتشب شو بتحب؟ كان هيك على أيام يوحنا المعمدان. ليه؟ لأنه كلهم صار عنده أتباع, صار عنده أشخاص عديدة عم تتبعه. لكن واحد من هدول الأتباع كان اندراوس, وسمع اندراوس يوحنا عم بيقول اتبع يسوع. ومين كمان كان معه لاندراوس؟ كان في واحد اسمه فيليبوس. كان في واحد اسمه فيليبوس. ورائع بالموضوع يا أحبائي بأنه فيليبوس لم يكن متدينا لكن فيليبوس كان خبير كتاب. فيليبوس يختلف عن اندراوس. اندراوس متدين. اندراوس اللي أول ما تقول له شيء بتلاقيه أمين. لكن فيليبوس كان ينبغي أنه يحسبها شوي ويدرسها بالكتاب بعدين بيقول لك أمين. فيليبوس كان من الأشخاص, وهلا رح بتشوف معي بالكتاب المقدس. فيليبوس كان من الأشخاص اللي فاهم الكتاب, معتقد أنه بيعرف من التكوين إلى ملاخي عن غايب, لكن بيعرف الحرف دون الروح. وللأسف في كتير أشخاص بعالمنا هيك اليوم بتعرف حرفية كتاب الله الكتاب المقدس لكن خالية كليا من أي معرفة وقوة روحية لهذا الكتاب. بيعرفوا الحرف لكن ما بيعرفوا الروح. بيقدر يحكي معك 10 ساعات ويعطيك آيات. حدا عم سمع علي اليوم؟ ولكن من جوا أنت بتبقى حاسس أنه في شيء غلط. ايه بس انا عم بحكيك ايات, ايه بس روحي من جوا مش مقتنع بالشيء اللي انت عم تحكي. في شيء غلط بروحيه الشيء اللي عم تقراه. عم تقراه بروحيه مختلفه. انت تعرف الحرف يا فيليبوس لكن ما بتعرف الروح. ومشكله الكنائس في ايامنا هيدي هي الفيليبوس, روح فيليبوس في الكنائس. مشكلة الكنائس لأنه بتشوف اليوم كنائس كتير روحية بميلة, وبتشوف كنائس كتير حرفية بميلة, وهيدول بيضطهدوا هيدول وهيدول بيضطهدوا هيدول وهيدول بيحكوا على هيدول وهيدول بيحكوا على هيدول. اسمعني جيدا, الكلمة هديك طاقة الإنجيل ونازل يخبط فيه الناس, وهديك كلمة بتخبطوا خبطة هللويا. ناس مقضيين عم تضحك وتحت المسح جروا حلو دوس وناس هونيك أمين يا أخ نوخ أو أخ طبوط أو أخبار. بأنه كما قال الكتاب المقدس وأشخاص هونيك يا أحبائي الله يحب هيدول والله يحب هيدول. مشان هيك في هذه الكنيسة لا نكون هيدول ولا نكون هيدول. نحن نريد الكلمة 100% لكن نريد عمل الروح أيضا 100%. نريد الاثنين.
نريد الاثنين، لأن كل شيء نبني على كلمة الله، لكن لا نستطيع أن نفعل أي شيء من دون روح الله. من دوني لا تستطيع أن تفعل شيئا. محتاجين أن الروح القدس يعطي لهذه الكلمة نكهة، يعطي لهذه الكلمة قوة، يجعل هذه الكلمة حقيقية ولا تعد حرف يقتل. فيليبوس كان من الأشخاص اللي بتعرف الكلمة. فيليبوس كان من الأشخاص اللي دارس وفاهم. نلاحظ معي الآن الكتاب المقدس يقول بإنجيل يوحنا، وهون تظهر أول صورة تقرأ فيها عن هذا الذي يدعى فيليبوس. الآية 43 بتقول إنجيل يوحنا الإصحاح الأول: وفي اليوم التالي نوى يسوع أن يذهب إلى منطقة الجليل، فوجد فيليبوس فقال له: اتبعني. وكان فيليبوس من بيت صيدا بلدة اندراوس وبطرس، الاثنين صح؟ وبطرس واندراوس كانوا أيضا من بلدة مين؟ يعقوب ويوحنا كلياتهم. يعني لاحظ يسوع نقى من فرد ضيعة. قولوا شيء يعني خلينا نشرب شخصي بس. لحش تفريقنا له. تخيل يسوع نقى من فرد منطقة، يعني يسوع عشائري يا أحبائي. لا لا لا، منه عشائري أبدا، لكن الحقيقة بأنه نقاهم من فرد منطقة والصيادي سمك، لكن بشخصيات مختلفة، بآراء مختلفة، بنوعيات مختلفة، وهو يحبهم كلهم. نلاحظ معي الآن كيف كان، يعني كيف قدر يسوع جمع هيدول 12 مع بعض. هذا دليل أنه مين ما كان في يكون مع مين ما كان، إذا كان عندهم نفس الهدف. هذا عم تسمع علي الآن. مشكلتنا اليوم أنه أنا ما فيني اشتغل مع هذا، هذا ما فيني اشتغل مع هذا، أنا ضد هيك، أنا ما بعرف كون هيك، أنا شخصيتي هيك، هذا شخصيته هيك. الآن لو كلياتنا شايفين نفس الهدف، كان كلياتنا نكرنا نفوسنا وعملنا مع بعض من أجل هذا الهدف، لأنه الهدف ليس نحن، الهدف هو أن نحن ننقص وهو يزيد. هذا هو الهدف. إذن مش مهم، استطاع يسوع أن يجعل من هذول 12 أشخاص كل واحد شكل، كل واحد فكر شكل. جايك واحد عصابي على واحد متدين على واحد حافظ الكتاب، حاططهم مع بعض بقرب أوضة. يعني عم بتخيل أنت اندراوس وفيليبوس. اندراوس شو ما بتقول له؟ أنا امبارح سمعت واحد واعظ جديد مجدا. بعدين فيليبوس بيطلع: بس شو كان عم بيحكي؟ ما بعرف بس كان كتير حلو. لا بدي أعرف أي أي استخدم. كان عم يحكي شيء من ملاخي. إيه بس هي مش هيك معناتها. أنا عندي غير رأي. هذا فيليبوس. وهن تخيل عم بيتشارعوا مع بعضهم البعض، فيليبوس وأندراوس. إجوا ولاد الرعد: إيش يابا؟ شو عاملين اليوم؟ عم يطلع فيهم أندراوس: إمتى بكتيروا تصلوا؟ إمتى بك تتغيروا؟ ليك سمعنا مول معروف يوحنا، أنا التلميذ اللي بحبه الرب سيد. بعدها ابن خالتي هذا، عايز شيء بدك شيء منه بلغ، أنا هنا بحكي لك معه. وإذا أنا ما مش سمع مني بقلها للماما، الماما بتحكي. بعدين فيليبوس، على فكرة اللي عم بتقوله مش كتابي أنت، لا يوحنا. هلأ بدك يعقوب، هلأ خلق ليك تركهم تركهم دخيل، شو بدك فيهم؟ خلينا نحن أصلا خلينا نشوف نحن كيف بدنا نمشي حد يسوع، شو بدك فيهم هول؟ نتخيل بوطة، يعني تخيل ملا مجموعة كان يسوع حاوي. قال: وجد فيليبوس فقال له: اتبعني. كل شيء قال له إياه لفيليبوس: اتبعني. الكتاب يقول بأنه قام وتبعه. لاحظ الآن هذه الكلمات، بكمل
الكتاب ويتحدث عن فيليبوس. قال وكان فيليبوس من بيت صيدا بلدة إندراوس لي 44 وبطرس. ثم وجد فيليبوس نسنائيل فقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الشريعة والأنبياء في كتبهم. يعني لاحظ معي هذا الفيليبوس درس يسوع ب 24 ساعة. قال ولد ببيت لحم مظبوط، مكتوب بميخا 5:2 من بيت لحم يخرج لي من يصبح ملكا في إسرائيل. إذا تنطبق عليه هذه الآية يدعى ناصرية مظبوط مظبوط، هو من الناصرة. هرب هن وسمعنا أنه هو صغير راح على مصر، مظبوط من مصر دعوت ابني، عمل دراسة. قال من بعد ما عمل دراسة راح لعن صديقه نثنائيل وقال له يا نثنائيل اللي بيحكوا عنه الكتب، اللي أنا وياك كنا نقعد نعمل درس كتاب كل ليلة، اللي حكي عنهم هدول الكتب لقيناه يحو ماشي بيناتنا، كل الأنبياء وكل الكتب اللي تحدثت عن هذا الرجل الذي يدعى يسوع لقيناه يا نثنائيل وهو من الناصرة. لاحظ نثنائيل لأنه أيضا بيشبه فيليبوس. على فكرة نثنائيل لم يكن من الاثناش منقي يسوع، لأنه في عنده مصرة تانية مثل نثنائيل ببقى بحكي عنه بعدين. قال فقال له أيخرج شيء صالح من الناصرة؟ تعرف شو قال فيليبوس؟ ما بتعجبني كلمات هذا الرجل. قال له تعال وانظر. بمعنى آخر فيليبوس كان من الشخص الذي لا يستطيع أن يتبع قبل أن يدرس الموضوع. تعال أنت أيضا ادرس الموضوع. لكن الرائع بالموضوع يا أحبائي أنه رأى روعة يسوع لدرجة أنه كان يتحدى أي إنسان كتابي وعاقل أن يذهب يقول له روح أنت اختبر بنفسك. الله يريد أن يستخدم أشخاص مثل فيليبوس. في واحد في عالمنا الحالي في كتير أبولوجيتكس، يعني أشخاص دارسين للكتب عارفين لاهوتيين يعني دماغ بالكتاب المقدس، بعرفهم في هذا العالم أدمغة أدمغة دارسين، يعني دارسين ليوم الدرس. كل ما بشوفهم بقول هلأ عم بدرس هيك، هلأ بعمل هيك، هلأ بعد لحيت هلأ ما تخرج. واحد منهم صار عمره 60 سنة، هلأ بس يتخرج بفكر يتجوز لأنه بده يكون نفسه طبعا. بقى بده يكون نفسه قبل ما. لكن الله يستخدم هيك أشخاص، الله يستخدم هيك أشخاص يا أحبائي أنه يحول معرفتهم إلى حياة، دافع إلى أن يجعل الناس تأتي إلى يسوع. في أشخاص لما بتروح بتبشر ما بتروح بتبشر أنه توب تعال عند يسوع، بتعرف شو روح ببشر؟ بيفتح كتاب المقدس ليك أنت شو عندك، بيقعد يشرحك 10 ساعات. في هيك أشخاص. لكن إن لم يكن النتيجة أنك مش تربح حرب، مش تربح معركة، لكن تربح نفوس للرب، إذا أنت غلطان. هذا عم تسمع علي الآن، لأنه الهدف في أشخاص من معرفتهم مش أنه يسوع يتمجد، لكن هن ينشافوا وهن يفرجوا قديش بيعرفوا. وبتلاقي كل الوقت يتغنى في هذه المعرفة، يتغنى بقديش هو حافظ الكتب. لكن اسمعني جيدا، إن لم تكن هذه المعرفة لكي تقودك إلى تقول للناس تعال اختبر يسوع، تعال أنت أيضا اعرفه هذا اللي تحدث عنه، لم يكن متسرع لكي يقول هذا هو المسيح، إنما قال وجدنا أندراوس لقينا المسيح دغري. لكن فيليبوس تعرف شو قال؟ اللي انكتب عنه بالكتب، خليني بعد ما كتير شرحت لك يعني، بس مبدئيا هذا هو، تعال اختبره. الله يريد أن يستخدم هذه المعرفة اللي عندك لمجده. نا أيضا في حادثة تانية تقرأ فيها عن فيليبوس، ولاحظ الآن معي وين بيظهر فيليبوس. بيظهر بالأماكن اللي فيها
مستعصي بالحقيقة. هللويا هللويا هللويا. صح السادس من يوحنا. قلت لك اندراوس كان قلب، فيليبوس كان عقل. كيف فيك تجمع بين اثنين، واحد قلب وواحد عقل، واحد محترف تدين، واحد محترف معرفة، واحد دماغ بحلل كل شيء، وواحد متدين ماشي بيتبع جواته الآن، واثنين عصابات، وواحد ثالث بضل يحكي اسمه بطرس، بنحكي عنه بعدين، وهلا بتشوف الباقيين يعني جاي نهار احد رح كمل لك عن كل واحد شو قصته. تقرا بالاصحاح السادس بيوحنا، لاحظ قال: وبعد ذلك عبر يسوع بحيرة الجليل، اي بحيرة طبرية، الى الضفة المقابلة، وتبعه جمع كبير بعدما راوا ايات شفائه للمرضى. وصعد يسوع وتلاميذه إلى الجبل وجلسوا، وكان عيد الفصح اليهودي قد اقترب. واستطلع يسوع ورأى جمعا كبيرا قادما نحوه، قال لفيليبوس، لمين؟ قول معي فيليبوس، ما حدا بده يقول، قول فيليبوس، مش حدا عم يتمتع لحضالة بكلمة رابقة. لاحظ قال: قال لفيليبوس: من أين نشتري خبز لنطعم هؤلاء كلهم؟ مع أنه لاحظ فيليبوس لم يكن أمين الصندوق. مين كان أمين الصندوق؟ مفروض يسوع يحكي مع مين؟ لكن حكي لمين؟ ليش؟ قال لأنه أراد أن يمتحنه. ليش يسوع بده يمتحن هذا الشخص بالذات؟ لأنه مخ دماغه مش رح يحوي. حدا عم سمع علي الآن يا أحبائي؟ لأنه بالنسبة له واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن الرب عم بفرجي اليوم أنه واحد زائد واحد بالنسبة لله ممكن يساوي مليون. هذا عم سمع علي الآن أنه يا فيليبوس مش كل شيء لازم يفوت على راسك قبل ما يفوت على قلبك، مش كل شيء ببلش فوق. أنا كان عندي مشكلة هيك قبل ما يصير تحت بقلبك. شوف وشف لي هدول 20,000 واحد، بكون فيليبوس لقى الكالكوليتر. بطرس عم بقول في شي 100,000 واحد هون اليوم، فيليبوس لقى 20,000 لأنه دماغ يعني. بطرس بزيدها لأنه بتعرف محمس. يا معلم يا معلم جموع، يسوع عم بيشهر. ايه بس مش كتار 18,743 انا عديتهم واحد واحد. هذا فيليبوس يعني بالنسبة لقاله مو مارف ما تزيدها، خلي الاشياء مثل ما هي. لقطوا يسوع تعال هون. ابو الفوف شف لي حبيبي كيف بدنا نطعم هالجماعة، من وين ما نجيب لهم اكل. فيليبوس بلش راسه يشتغل، في عنا يونانيين، إذا نحن عسابنا عامل دراسة. لاحظ كتاب شو بقول. نعم افتكرني عم بخترع. لاحظ لأن كتاب مقدس. وقد قال هذا ليمتحنه، لأن يسوع كان يعرف ما سيفعله. فأجابه فيليبوس: حتى لو اشترينا خبزا ب200 دينار لما كان يكفي ليحصل الواحد منهم على قطعة صغيرة. لاحظ بمعنى آخر لقط الكالكوليتر فيليبوس وقال لك عندك واحد باليد 10. إذا كل واحد بيأكل هالقد درس زلمي كتابي. إذا كل واحد بيأكل هالقد هلا مش ضروري نطعميهم كلهم. خلينا نقول يطلع لكل واحد سقف صغير. يا راتي 200 دينار يا معلم، منين ما نجيب لهم. وصل ل200 دينار وقف فيليبوس، قال لك هذا اكبر رقم عندي. بعدين قعد حسبها، وافترض هلا يعني عم تخيل فيلم، وافترض حتى عنا 200 دينار، اي فرن بده يلحق يخبز لهم؟
ما كان عارف انه الروح القدس كان محمل فرن السماوي وبلش يهيئ خبز. هاليلويا للكل. لانه اسمعني جيدا، الله اسمعني شو بدي لك، اذا ما سمعت شيء لحد هلا اسمعني شو بدي لك هلا. الله يتحرك عندما ذكائك يتوقف. ما سمعت شو قلت لك؟ الله ببلش يشتغل لما انت بتوقف تشتغل. لكن طالما انت الموضوع بيدك مش عم تترك مجال لله يشتغل. طالما انت حسبها ذكي، عارف من اين يؤكل الكتف، عندك معارف، عندك واسطات، مزبط الوضع، مهيئ كل شيء لحياتك، مستحيل انه تتهز. رح يجي وقت يا احبائي لربما الله يسمح قصدا انه حياتك كلها تنهز ليفرجيك انه مالك ما ساعدك، صحتك ما ساعدتك، معارفك ما ساعدوك، شهاداتك ما ساعدوك، لكن الشخص الوحيد اللي بيقدر يساعدك هو انك تكون بالزاويه الان وتصرخ يا رب لا ندري ماذا نفعل لكن نحوك الان عينينا. شخصية فيليبوس يا أحبائي نحتاج إليها في الكنائس، لكن بعض الأحيان تصبح مضرة لأنها تعيق عمل الرب. الله اختار فيليبوس أن يكون بالمجموعة لأنه كان يريد أن يجيب الاتزان بينه وبين أندراوس، بين شخص متدين وشخص عنده معرفة. كان بده يجيب الاتزان. أنا بتخيل أنه في اثنين ما كانوا يتطايقوا، بطرس وفيليبوس، لأن واحد شايف الرؤية، واحد عم يحسبها. عم تخيل أول مرة بطرس أنه طلع بيطلع من ال بيطلع من ال من ال من الشختورة، يا الله بطرس يا الله. تخيل فيليبوس قاعد هناك بلاك، بطرس بطرس يا الله يا الله على البطرس على البطرس. بقى يطلع بندراوس، بدي افهم اما كيف خلفته هذا يا اخي. شو كانت عم بتفكر النهار اللي ما بيفهم هالبطرس، ما بيفهم انه ما بيقدر يمشي على المي. ما بتخيل بطرس اول ما رجع الكتاب المقدس بيقول، لا اسمعوني جيدا، الكتاب بيقول انه وقع بطرس بعدين لمه يسوع صح؟ لما طلع بطرس على القارب طلع فيليبوس. واخد بالك انتبهت لي؟ بكره بتقرا بكتاب تبعي لانه انت مش رح تفهم هلا. الله يحب الفيليبوسات يا احبائي. الله يحب هيك اشخاص بتحب هيك تقعد، يعني كل ما بتحكي معه بتفكر بالموضوع قبل. أمين. فهمت لها يسوع بده يعمل هيك. لحظة خلينا نشوف. إيه. هلا الرب أكيد يعني الرب. إيه بس خلينا نكون واعيين يا أخ نوخ. يا أحبائي اسمعني جيدا، الله مش منطقي. قلت لك الله مش منطقي. قلت لك الله يستطيع أن يخلق من العدم كل شيء. شايفه هدول، شايف كل شيء، كل شيء بهذا العالم. انظر، مش مصدقني، طلع وتمشى، انظر إلى السماء، انظر إلى النجوم. تعرف كيف صارت؟ قال كلمة فهمها، احسبها، عود ادرسها معك من هلأ لسنة 2005 تدرسها، درسها عمول معروف. قال كلمة فكان، أمر فصار. كيف؟ كتاب يقول لأن أفكاري ليست كأفكاركم، طرقي ليست كطرقكم. واحدة من طرق الله، امرأة تعاني 12 سنة نزيف دم. ما أنتوا هون الآن يا أحبائي؟ كم واحد بعد هون اليوم؟
واحدة من طرق الله أنه يبقى يسوع قاطع. يعني تخيل الله يعرف كل شيء بفكري، طالع يسوع وماشي. أن هذه الامرأة تلمسته. طب ليه ما كان في روح يشفيها؟ ما كان في يشفيها قبل؟ ليه ما شفيها 12 سنة؟ فيك تسأل مليون سؤال الآن، لكن واحدة من خطط الله، هو عالم كل شيء، بأنه قد ما أنت تشغل راسك وتحاول أن تفهم كل الأمور، يوم من الأيام سوف نراه وجها إلى وجه. لكن الكتاب يقول ما زلنا الآن ننظر في زجاج قاتم. كل ما علينا أن نفعله الآن يا رب أنت تزيد ونحن ننقص. يا رب نحن لا نعرف شيء، أنت تعرف كل شيء، ونتكل عليك بكل شيء ونثق بك بكل شيء. قال أيها الشعب، أيها الشعب، قال تعالوا إليه، ألقوا همكم عليه، هو يعتني بكم. الحل للصراعات اللي عندك اياها مش انك تفكر اكثر، مش انك تحاول تلاقي الحلول، لانه قد لاحظ قديش لقيت حلول فت بالحيط، قديش تزكيت بالحقيقه كان كل حل عم بجيب لك مشكله اكبر بعد. هذا بقول امين. تعرف شو الحل؟ قال ايها الشعب اسكبوا امامه قلوبكم. قال ان الله ملجا لنا. قال دعوت الرب في ضيقي. مشكلة المشاكل لما أنت بتخرب حول منك شو بتعمل؟ لما بتخرب حول منك شو بتعملي؟ لوين بتروح؟ عندي لألك حل اليوم. ادخل إلى المخدع، اذهب إلى مكان ما والقي همك عليه. يا رب أنا لا أدري ماذا أفعل، بالحقيقة حسبتها. عم بحكيكم عن حدا أنا بيشبهني، فيليبوس، بحب يحسب، يفكر، بيقعد يفكر ويفكر ويفكر. الله في يستخدم كل أفكارك لتجعلك خلاق، لكن اوعى تحول فكرك ليصير عاقة أمام شو الله بده يعمل معك. تعرف شو قال الكتاب المقدس؟ قال أنكم تحدوني بأفكاركم. أفكارك عم تحد الرب. يكون الرب عم يشتغل لكن أنت مشغول أنك تروح لهون أو تعمل هيدا أو تساوي هيدا. الرب يكون عم يشتغل ليقودك لغير طريق، ليساعدك. أنت بكون عم تسكر البواب اللي الرب عم يفتحها. أيها الشعب، أيها الشعب، أيها الشعب، اسكبوا قلوبكم أمامه. شو مشكلتك اليوم؟ بتقول لي أنا ما في حل. أنا تتنحل، في منكم عندهم حلول. تقول أنا إذا بدي الطريقة الوحيدة بتنحل مشكلتي لأنك أنت ذكي، إنه يصير هيك. رب يكون عم بيقول لك لا، الطريقة الوحيدة إنها تنحل مشكلتك الآن إنك تيجي وتسكب قلبك قدامي. شو بده يصير يا رب؟ ما صلينا أو صلينا ما تأخذني. يعني عم صلي نحن خي، عم صلي إنه بس انه هلا شو الرب، انه الرب بده، انه شو الرب بده شتي علي؟ يعني انه كيف يعني؟ انه ما فهمني، خليني افهمها الان. مش مهم تفهمها، الله عنده طرقه. لما انت بتعمل الصح الله عنده طرقه. ذكر يوم الايام اشخاص قالت لي انت لازم تعمل هيك، انت لازم تعمل هيك، في يصير وضعك المادي احسن اذا بتعمل هيك، وعطوني كتير خطط لحياتي. بالوقت اللي كان ما عندي مصاري اشتري فيه جينز. عم بحكي بأمانة. بالوقت اللي كان احسبها اذا بدي اطلع بالباص. كان الباص 100 ليرة. كنت بدي احسبها اذا بدي اطلع بالباص. بدي اشوف اذا معي 100 ليرة. كان لازم امن كرمال 100 ليرة. ناس تقول لي انت عندك اوف، انا محلك بعمل هيك، انا محلك بعمل هيك. وخطط وخطط وخطط. بدي اشكر الرب لانه حسبته بهداك الوقت، لان دماغ حسبته، قعدت حسبته ولقيت انه بتعرف شو ما هون حق. انا فيني كتير كون هلا ناجح من اي ناحيه،
إجا الرب قال لا، اسكب قلبك أمامي لأنه أنا عندي لك طريق. لا مش مش ضروري هذا يكون بيشبهك أنت، يعني هذا الرب حكي لألي ما حكي لألك. ما تاخذ هالكلمه تقول ايوه لكن انا هيك بدي اعمل. لا، انت اللي بدك تعمله انك تتبع شو يسوع بيقول لك لك، مش يسوع بيقول لي الي. حدا عم تسمع علي الان؟ انا بدي اشكر الله الان اذا اليوم بدي ادرس حتى بعائلتنا انجح واحد من كل السليله تبعنا. كل الناس اليوم تحكي بكل معارف اهلي واللي بيعرفون وبيروت لربما اللي بيعرفوا كل هدول الأشخاص واللي عم ليك فلان قبل فلان مين كان بيقول؟ أنا كنت أقول والله كان يقول هاليلويا. فيليبوس يظهر بعد مرة وعم بنهي. يظهر فيليبوس بالإصحاح 12، لاحظ بأنه إجوا لعنده لفيليبوس اليونانية قالوا له فرجينا يسوع. أم أخذهم لعند مين؟ أخذهم لعند مين؟ ما سمعت، عم طول عليكم بس ركز معي الآن. أخذهم لعند مين؟ ليش أخذهم لعند اندراوس؟ ما قالوا جلادة هيك ناس. فيليبوس، فيليبوس بده هذا يقعد يحكي معه لاهوت، هيك أشخاص هيك عاطفية بده يشوفوا يسوع يمضينا على أورتوغراف. فيليبوس ليك اندراوس شوف قصتهم والجماعة من اليونان ما بعرف شو وضعهم. استقرأ الآن وأخيرا بالإصحاح 14 من يوحنا، لاحظ الآن إنجيل يوحنا 14 لي ستة، لاحظ بأهم فصل من حياة يسوع عم يحكي مع تلاميذه بآخر نهار قبل الألام. غسل إجريهم. كم واحد هون اليوم بليز اسمعوني ركزوا لو سمحت. غسل إجري، آخر كلمات يسوع عم بيقولها للتلاميذ، إذن هي كلمات هامة. لاحظ شو قال لهم الآية ستة، فأجابه يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي. إن كنتم قد عرفتموني فقد عرفتم أبي أيضا، ومنذ الآن تعرفونه وقد رأيتموه. مين سألوا هذا السؤال؟ تعرف مين؟ مين؟ ردوا علي. حدا يقول توما، قول بعد مرة، ما هذا بده قولا من تمك مش من مناخيرك، قول توما. قول توما. بس توما سأل وقال له يا سيد نحن مش عارفين اصلا مين انت، مش عارف مش عارف شيء. توما بحكي عنه بعدين يعني. كيف نقي يا توما ما بعرف، بس انه في اشخاص هيك. بس الحلو بالموضوع انه توما فتح الحديث كأنه كان عم يحكي قلبه لفيليبوس، كانت عراس لسانه لفيليبوس، يعني بده يشيلها ويقولها. فلاحظ قال من بعد ما قال له انا هو الطريق والحق، لما عرفتوني عرفتوا الآب وكل هذه المسائل وانتم شفتوه الآن. فقال له فيليبوس يا سيد أرنا الآب. قال لك فيليبوس هلا عم بيسأله سؤال هلا بدي كرسحه فيه، يعني فات فينا بالعرض 3 سنين، هلا رح اسأله السؤال اللي ما رح يعرف يجاوب. يا رب ما بدنا شيء منك نحن، مثل هلا بيجي لعندي واحد بيسأل، بدي اسألك سؤال صغير أسيس، سؤال صغير اشرح لي عن الثالوث، سؤال صغير ما بياخذ وقت، عندي بس هيك سؤال يارني شو. يا رب عم فيليبوس عال إننا نحن عرفناه مثل ما أنت عم بتقول. لا خي لحظة طول لي منك، طول لي منك، يعني
يعني صرنا فترة نحن ما عم نقول لك شيء، يعني صرنا فترة ما عم نقول لك شيء، شو ما بتقلنا بنقول لك يسر وأمر سيدنا وتابعينك نحن خي، ما بدنا شيء منك، فرجينا الآب. أنت تخيل توما من ورا نها منك. ولاد الرعد لا زيه هلا ورا شوف مين انت نطوا عليهم. وبطرس لانه عاطفي يا الاب ضاع بطرس ساعه مع ساعه مش عم ارفع اندراوس يا شباب مش مهم، ما كلنا اولاد الله متدين. مش مهم ليه عم مين بده يعرف، خلينا نعملنا اجتماع صلاه. هذا اندراوس خلينا نقعد نصلي، خلينا نقعد نصلي بهالمحنه اللي قاطعين فيها. لا ارنا الاب، ارنا الاب. نا اول شيء كانه فيليبوس مش عارف انه بالعهد القديم كاتب قال الذي يراني يموت. ليش عم بيسالوا هذا السؤال فيليبوس يا احبه الذي يعرف الكتب؟ لانه اراد بالحقيقه، لأنه بالحقيقة صادق، أراد في داخله أنه مش بس يحط يسوع بمكان ما، أراد أنه يحسمه، لأنه بالنسبة له كل شيء شافه عن الرب يسوع ما بيدل غير هذا هو، لكن أراد أنه يسمع منه الآن. مستحيل إليا مش إليا طلع، طيب مين أرميا مش أرميا، معمدان مش معمدان، طيب مين هيدا؟ مش شايفين هيك شيء بحياتنا، مش سامعين، لم نرى ولم نسمع ولم نعرف حدا مثله. وفجأة أخذ الجواب اللي ناطره فيليبوس، يا فيليبوس أنا معك كل هذا الوقت وأنت لم تعرفني، من رآني فقد رأى الآب، لأني صورة الله الذي تجسد، ملء الله فيها. إن أردت أن ترى الله انظر إلي، أنا الله اللي صار إنسان، انظر إلي بفورم البشر تبعي الآن، أنا ملء الله الآن، انظر إلي. الذي يراني يرى الله، يرى الآب. بمعنى آخر إذا الله أراد أن يصبح بشر، هل كان في يكون أكثر من يسوع؟ إذا الله أراد أن يحط نفسه بصيغة بشرية، هل كان في يكون يعمل أكثر من ما عمله يسوع؟ يحكي أكثر من اللي حكاه يسوع؟ اسمعني جيدا فيليبوس، أنا 100% شو الله عم بدور عليه 100%. الآن يا أحبائي في أشخاص بيقولوا نحن مثل فيليبوس، بعد ما منعرف شيء يا خيي، ما شفنا أصلا، ما طلعنا لنعرف. بدك تعرف مين الله؟ طلع على يسوع، طلع على يسوع. بدك تعرف إذا الله بيحب أو بيهتم لمشاكلك؟ شوف يسوع، هل كان يحب؟ هل كان يتحنن؟ هل كان يهتم لمشاكل حدا؟ بدك تعرف إذا الله بده أنه يعطيك؟ شوف يسوع، هل كان يعطي؟ هل كان يهتم بالناس؟ هل كان يطعمهم؟ ولا كان بس روحي؟ كان يهتم بقصصهم الجسدية؟ كان يهتم بمستقبلهم؟ إيه ولا لا؟ هذا هو الله. بدك تعرف الله؟ طلع بيسوع. يا فيليبوس، فيليبوس ما تخلي فكرك يضيع عليك الرؤية. الله يستطيع أن يستخدم ويحول هذا الفيليبوس. على فكرة تقرأ أنه في يوم 50 فيليبوس كان هناك في المكان، واحد من الأشخاص اللي كانت تغيرت، لم يعد فقط شخص يملك الكلمة، لكن الآن فهم أنه الله أعظم من أي شيء أنت تعرفه، أكثر بكثير، أكثر جدا مما تطلب أو تفتكر، أعظم من فكرك، أعظم من مخيلتك، أعظم، الله أكبر بكثير مما أنت تستطيع أن تتصور.
وعظيم أكثر جدا من أفكارك. خانوا أفلان محضر الرب مجدا ليسوع. الله يريد أن يحول الفيليبوسات اليوم. هدول الأشخاص ربما أنت مثل إندراوس، ربما أنت مثل يعقوب، ربما أنت مثل يوحنا، أو ربما أنت اليوم مثل فيليبوس. اختصار لكل شخصيات العالم شوفهم بهالتلاميذ. لكن عندي خبر لألك، برضو يسوع نقال فيليبوس. كان في يقول لي هذا بجيب لي مشاكل، يا الله هذا إذا نقيناه رح يهلكنا. كان في يقول هيك يسوع رح يحدنا، لكن يسوع لا، ما قال هيك، نقيه. إذن في أمل مني ومنك، في أمل مني ومنك. ارفع يديك لرب الأرباب، قال لي يا رب أنا ما بدي أحسرك فقط بفكري بأفكاري البشرية. أنت أعظم يا رب، موضوع أكثر من ما أنا بتخيل. يا ريت فريق التسبيح نطلع لساني الآن. مجدا ليسوع، مجدا ليسوع. أنت أعظم، أنت أعظم، أنت أعظم، أنت أعظم. هاللويا. في ترنيمة يمكن أنتم ما بتعرفوها بعد هون في هذه الكنيسة، لكن حاب رنمها الآن. تقول أنت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب، أنت مجد في وسطنا، سر حماية من الهلاك. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. هاللويا. مجدا. أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفات أو لفرحة دون ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت مش للذكريات أو مجد راح وفات أو لفرحة دم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو لفرحة دم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو لفرحة دم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق. مع بعض لهم. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت تقدر، أنت صخرة.
صخرة انت صخرة انت ملجأ انت ملجأ انت فوق حاجة تصور انت مش بعيدنا او لوحدك في سماء انت مجد في وسطنا سر حماية من الهلاك انت اقوى انت اعظم انت حي انت تقدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حاجة تصور. هللويا يا جميع الامم. الكتاب يقول اسكبوا قلبكم امامه ان الله ملجا لنا. ويشجعك رسول بطرس تواضع تحت يد الله القويه لكي يرفعك عندما يحين الوقت. اطرح عليه ثقل همومك كلها لأنه يعتني بك. لأن أنا بدي أتحداك، بدي أتحدى كل شخص الآن عندك مشكلة مستعصية ما لها حل، مرض، يمكن عندك مرض بالجسد، عندك مشاكل نفسية، مشاكل عائلية، مشاكل مادية مش ملاقي لها حل، عندك خوف من المستقبل، عندك فقد الرؤية مش عارف شو أنت عايش كرمال شو. عندي لألك اليوم تحدي انك ترفع يديك الان وانك تلقي بكل مخاوفك الان وهمومك عند اجري. يا رب انا فشلت ما لقيت حل، يعني ذكاية وعملت كل شيء بقدر اعمله بالحقيقة، عملت هيك جربت روح شمال ما زبطت، جربت روح يمين ما زبطت، جربت روح دغري ما زبطت، جربت اعمل واسطة ما زبطت، جربت لقي حلول بهذا المكان ما زبطت، جربت اشتغل ما زبطت، جربت اعمل هيك ما زبطت، فشلان. كنت مفتكر حالي ذكي لكن حصلت على اشياء كثير بهالحياه لكن ما عندي يا رب فرح، ما عندي سعاده، ما عندي سلام. بعرف كثير بالانجيل، بعرف كثير باشياء كثيره لكن ولا مره جربت صدقك يا رب. الان اذا انت هذا الشخص الان القي على الرب همك، القي الآن على رب همك. هو يعتني بك. شو هي المشكلة الآن؟ كب عند إجرين يسوع. شو هي؟ عندك مشاكل مادية؟ يا رب الآن مش رح ضيع وقت وقعد فكر كيف بدي أعمل، بدي لك يا رب الآن استلم هذا الموضوع. قل له هيك، استلم يا رب هذا الموضوع لأنه بدي تقودني. يعني أنا عندي إيمان إنه لما بسلمك هذا الموضوع أنت رح تفتح أبواب أنا ما بحلم فيها. ما رح في أشخاص عندهم مشاكل مادية بصيروا يعملوا مانيبوليشن على الناس، يتلاعبوا يحصلوا على أشياء. يا رب أنا ما بدي أعمل هيك، زقت أركض ورا البشر لأنه الذي يسدد الاحتياجات هن مش البشر. رب هو اللي بيسدد احتياجاتي، معيني هو الله، راعية هو الرب. عشان هيك أنا بتكل عليك يا رب. ملعون من يتكل على زراعة بشر. أنا بتكل أنك أنت رح تفتح لي أبواب ما بحلم فيها، ما بعرف كيف لكن عندي إيمان بأنك أنت إله معجزات. عندك مشاكل صحية مستعصية، الأطباء فشلوا، الأدوية فشلت، القي على الرب هذا الموضوع. يا رب بسلمك هذا الموضوع وأنا فرحان إنه هذا الأمر بين إيديك الآن، إنه حيث فشل الآخرون أنت ما بتفشل. عندك مشاكل عائلية لربما مستعصية، نفسية مستعصية، يا رب حاولت إنه صار عندي مال مش فرحان، عندي بيت مش فرحان،
عندي عائلة مش فرحان، عم دور على مركز حصلت عليه بس بعدني مش فرحان. كنت مفتكر إذا بصير هيك بصير فرحان بس مش فرحان. يا رب سلمك الآن حياتي من جديد، نفعل بي ما تشاء، استخدمني. بسلمك عائلتي إذا عندك مشاكل بالعائلة، يا رب بسلمك هاي المشكلة اللي عندي إياها بعائلتي، بسلمك هذا الموضوع. بقولك يا رب قودني بطريقتك، قودني بقلبك، قودني بإيديك يا حبيبي يا يسوع. ارحمني وساعدني يا رب. ما بقى بدي بلعت، ما بقى بدي ضلني أعمل إشي يا يسوع. مكتوب سلمنا فصرنا نحمل. شو المشكلة الآن؟ شو بتخسر إنك تعطي الرب كل شيء هلا؟ بعدك عم تفكر الآن. فيليبوس وقف فكر، وقف تحسبها. بعدك عم تفكر فيها. ليش ما بتطلع؟ ليش ما بتتكرس للرب؟ ليش اليوم بعدك عم تأجل لبكرة؟ ليش بعدك عم تفكر بالموضوع؟ ليش ما بتتبع يسوع هلا؟ ليش ما بتقول له يا رب أنا بدي أكون معك، بدي أطلع على اللقاء، بلش خدمة، بدي سلمك حياتي يا رب، بدي أنه تشتغل فيي، بدي سلمك مسائل مستقبلي، نجاحي، شغلي، زواجي بالمستقبل، أي شيء عندي، بدي سلمك إيه الآن يا رب. أنا عارف أنه أنت عندك لألي خطط، مكتوب خططي هي خطط سلام لا شر. دراستي لربما عندك مشاكل بالدراسة، سلمه للرب الآن. نعم، خذي دي شخص لحد، خلينا نصلي مع بعضنا نجتمع الآن. أنا عم صلي الآن، بديك تآمن معي، بديك تآمني معي الآن. أنا عم صلي من أي شيء أنت عايزه الآن وعم تسلمه للرب. وأنت ولقيت إيدي الشخص اللي حدك لو سمحت دون استثناء، صلي لهذا الشخص اللي حدك. أنت صلي كل واحد صلي للي حده، يا رب أنا بتفق مع خي الآن من أجل هاي المشكلة. قول معه أمين، قولي معه أمين الآن. بنتفق الآن مع بعض ونقول لك يا رب الآن تعال استلم حياتنا من جديد. تعال يا رب قودنا من جديد. تعال يا سيد الآن اصنع فينا خطتك يا رب. بدنا نكون أشخاص عندهم أهداف، أهداف سماوية مش أرضية، لأن أرضية فاشلة، أهداف سماوية يا رب، عايشين كرمالة. بدنا حماسنا يزيد، بدنا فرحنا يزيد، بدنا سلامنا يزيد، بدنا قوتنا تزيد وتتضاعف، بدنا يا رب أنه ننمى من كل النواحي، ننمى يا سيد الآن بحسب ما تشكلنا أيها الفخار العظيم. شكلنا يا رب بين إيديك، شكلنا غيرنا يا رب، ما تخلينا دماغ من دون قلب، ما تخلينا قلب من دون دماغ. شكلنا يا رب، شكلنا، حولنا من أشخاص زعران لأشخاص بتحب الرب، حولنا من أشخاص محمسين لأشخاص حماسنا كله بينصب بالملكوت، حولنا من أشخاص عاطفيين متدينين لأشخاص 100% أيضا فاهمين، حولنا من أشخاص فاهمين لأشخاص تابعين، أتباع، شايفين الهدف. ارفع أنظارك لين وشوف معي الهدف، شوف إن الحصاد قد بيض، شوف الهدف، أن تحيا كرماله، أن تحيا من أجل ملكوت الرب وبره أولا، أن تحيا من أجل الحصاد، تحيا من أجل أهداف يسوع. هذا بخلي لحياتي ولحياتك إلى معنى باسم الرب يسوع. اوه هللويا، ارفع يدك الان واعبد بروح القدس واشكره الان لانه استلم حياتك. هللويا. مجدا ليسوع. هللويا. 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 وضعت للبحر حد.
هللويا.